الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول مع هذه السلسلة المنهجية الجديدة، والتي عنونت لها بأصول التربية في سورة لقمان. واسمحوا لي أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ حديثنا عن هذه الأصول الواردة في السورة الكريمة، أن نقدم بمقدمة طافية في أصول التربية بين يدي حديثنا عن هذا الموضوع الهام الكبير. وأستطيع أن ألخص لحضراتكم أهم عناصر هذه المقدمة التي سأقدم بها إن شاء الله جل وعلا بالنقاط التالية. أولا، أسباب اختياري لهذا الموضوع. ثانيا، تأصيل الموضوع وتقعيده بالوقوف مع المعنى اللغوي لمفرداته. ثالثا، مصادر التربية الإسلامية، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. رابعا، خصائص التربية الإسلامية، وتتمثل فيما يلي: أولا، الربانية. ثانيا، التكامل والشمول. ثالثا، الاعتدال والتوازن. رابعا، التميز والمفاصلة. خامسا، من عناصر المقدمة، وسائل التربية، وتتمثل أهم هذه الوسائل فيما يلي: التربية بالقدوة، والتربية بالعبادة، والتربية بالقصص القرآني والنبوي، والتربية بالأحداث الجارية، والتربية بالموعظة، وأخيرا التربية بالعقوبة. سادسا، من عناصر المقدمة، صفات المربي ومسؤوليات المربين. وأهم صفات المربي هي:
رباني الهدف الإخلاص الصدق الصبر التزود بالعلم العدل وعي الاتجاهات الفكرية والتربوية العالمية المعاصرة ومدى تأثيرها على النفوس. أما عن أهم مسؤوليات المربين فهي تتمثل فيما يلي: أولا مسؤولية التربية الإيمانية، ثانيا مسؤولية التربية الخلقية، ثالثا مسؤولية التربية النفسية، رابعا مسؤولية التربية العقلية، خامسا مسؤولية التربية الجسمية والجنسية، وأخيرا من العناصر المقدمة ما هو الهدف من التربية. هذه هي أهم عناصر المقدمة التي سأقدم بها إن شاء الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء الهام الخطير، ألا وهو أصول التربية في سورة لقمان. وأستهل هذا اللقاء وهذه السلسلة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى بأهم الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع. وبداية أضرع إلى الله جل وعلا أن يجعل هذه السلسلة مباركة نافعة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجذبني وإياكم الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن أول عناصر المقدمة التي ستحتاج منا إلى أكثر من لقاء إن قدر الله البقاء واللقاء، فهي أسباب اختياري لهذا الموضوع. والسبب الأول أيها الأحبة الكرام هو الانتصام بين المنهج والواقع، الانتصام بين المنهج والواقع. أحبتي في الله، إن المجتمع الذي بنى القرآن الكريم صرحه الكامل وأرسى لبلاده العظام على يد مربي البشرية الأعظم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله، إن هذا المجتمع كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. نعم، لم تشهد البشرية له نظيرا إلى يومنا هذا في تاريخها الطويل. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وسلم على العبودية الكاملة لله وحده بلا شريك، وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العقيدة الصافية الخالصة امتثالا عمليا لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العبادة الصحيحة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب لله عز وجل، وبشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية ثالثا في تحكيم الشريعة امتثالا عمليا لقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتطبيقا حرفيا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتمثلت هذه العبودية رابعا في الجانب الأخلاقي والسلوكي امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا:
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وامتثالا عمليا لقول الحديث صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستقبل والبيهقي في الشعب وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنه مجتمع فريد، فريد في كل شيء، في عقيدته، في عبادته، في شريعته، في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته. إنه مجتمع رباه القرآن فطهر باطنه وظاهره وأخلاقه ومشاعره وحاطه بسياج من التربية الفذة الفريدة الكاملة. فعاش أفراد هذا المجتمع في واحد من الودن الندي والتسامح الجياش والحب والإخاء، كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربية فذة كريمة كاملة كاملة. رباه المصطفى عليه الصلاة والسلام تربية حولت كل هذه الأمور النظرية الإسلامية إلى واقع متحرك وإلى مجتمع مرئي ومنظور ومحسوس. نقله النبي عليه الصلاة والسلام من أجواء الكفر والحقد والكراهية والعنصرية والقبلية البغيضة، نقله إلى واحة التوحيد وإلى واحة الحب في الله والإخاء والمساواة وعدم التفرقة. فلا فضل في هذا المجتمع لمن ارتفع على من اضطبع، ولا لمن اعتلى على من افتقر، ولا لمن حكم على من حكم، بل لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وظل هذا المجتمع أيها الخيار الكرام هكذا يطاول كواكب الجوزاء في علان السماء، ما ظل متمسكا بكتاب رب الأرض والسماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظل هذا المجتمع هكذا حتى أخذ يبتعد رويدا رويدا عن هذا النبع الكريم وعن هذا الأصل العظيم، عن نبع عزه ومصدر شرفه وأصل كرامته وسيادته وقيادته. وراح هذا المجتمع يطرق بين يديه أرض الكرامة والسؤدد لينهث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. فحدث في هذا المجتمع هذا الخلق العجيب وهذا الانفصام النكس بين المنهج المنير والواقع الحوض للمرير. ففي الجانب العقبي نرى العقيدة اليوم تذبح شر ذبحة على أيدي أبنائها الذين ابتعدوا كثيرا كثيرا عن حقيقتها ومقتضياتها وعن مفهومها الشامل ومقتضاها الكامل. ونخر الفكر الإرشادي في جسد الأمة، فابتعد الناس كثيرا إلا من رحم ربك عن صفاء هذه العقيدة الربانية الخالصة. وفي الجانب التعبدي صرف كثير من أبناء الأمة العبادة لغير الله جل وعلا، وسمعنا بآذاننا من أبناء الأمة الكبار من يقول: إنني ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تنظم شؤونه وتدبر حياته. صرفت العبادة لغير الله، ذبح لغير الله ونذر لغير الله، وطاف المسلمون بغير بيت الله
وحرق المسلمون بغير الله جل وعلا، وقدمت العبادة في كثير من صورها وأجزائها إلى غير الله جل وعلا إلا من رحم ربه. وفي الجانب التشريعي وقع ما لم يكن يخطر لأحد الفتة على بال. نعم، وقع المنكر الأعظم والفساد الأخطر الأكبر بتنحية شريعة الله جل وعلا وتحكيم القوانين الوضعية الفاجرة التي هي من صنع المهازيل من البشر، من شيوعيين وعلمانيين وديمقراطيين واشتراكيين وبعثيين وعقلقيين وغيرهم. ونحى المسلمون شريعة الله وقدموا شريعة المهازيل من البشر الذين تتحكم فيهم الأهواء والشهوات والندوات، والله جل وعلا رب الأرض والسماوات يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الجانب النفسي نرى هزيمة نفسية مدمرة، ونرى الساحة تعش بنفخ مشوه للهوية وبأضاليط تشوه الفكر وتنسخ التاريخ، وبزعزعة تدمر الانتماء في القلوب والعقول. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وهذا التخلف في الأخلاق وهذه الانتكاسة في السلوك وفي المعاملات وهذا الانتقام المجد بين العبادات والمعاملات في المتاجر والمصانع والمزارع والشوارع والحقول والتجارات وغيرها، هذا الانتقام النكد انما هو نتيجة حتمية للتخلف العقدي والتعبدي والتشريعي والنفسي، مع غياب التربية الإسلامية الصحيحة، مع نسيان قول رسول الله: انما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وهكذا أيها الأحبة نرى انتقاما بين المنهج المنير والواقع المرير. ولكن في دياجير هذا الظلام شاء الله تبارك وتعالى ان يبصق في الافق نور سأتحدث عنه الان بعد قليل في ايجاز الشديد. فهذا هو اول سبب من الاسباب التي دعتني للحديث عن اصول التربية وعن الإطالة في المقدمة عن عمد وعن اختيار، لأننا نرى الآن ولا ينكر ذلك أحد إلا إذا كان يعيش في قرش عادي أو جلس ينظر لحال المسلمين من مكتب مكيف مغلق لا يحتك بواقع الناس شيئا. هذا هو السبب الأول الذي دعاني للإطالة في هذه المقدمة في أصول التربية، ألا وهو الانتقام بين الواقع والمنهج، أو بين المنهج المنير والواقع الحنظل المريض. ثانيا، السبب الثاني الذي دعاني للحديث عن مقدمة طويلة في أصول التربية هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية، أيها الأحبة الكرام، لقد هزمت الأمة المسلمة هزيمة نفسية منكرة يوم أن تخلت عن موكب الهدى وركب النور وتنكبت الصراط وتركت أصل العز والشرف، وراحت تلهث وراء الشرق تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. تخلفت الأمة في وقت تقدمت فيه الحضارة المادية المذهلة تقدما يأخذ العقول ويظهر الأبصار، وهنا أفاقت الأمة على هذا التقدم العلمي المادي المذهل، ونظرت إلى هذا التطور العلمي نظرة الملهوف الذي فقد كل شيء
وغدا مستعدا للذوبان في اي بوتقة، لا سيما في بوتقة هذا التقدم المادي العلمي المذهل. وراحت الامة تحاكي هذه الحضارة الغربية الكافرة، لا تفرق على الاطلاق بين الحضارة المادية العلمية الصناعية وبين الحضارة التربوية والاخلاقية. وراحت الامة تحاكي وتقلد دون تفريق الا من رحم الله جل وعلا. وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن من غير اليهود والنصارى؟ راحت الأمة تحاكي محاكاة عمياء، وصرخت الأصوات، أصوات المحررين، أصوات المجددين، أصوات المطورين، أصوات المصرفين، هكذا سماهم أعداء ديننا، للي أعناق الناس إلى أفكارهم اللية، ولإرغام ألوف الناس إلى مناهجهم التربوية الخبيثة. راحوا يصرخون في الأمة بالثوبان في بوتقة المناهج التنفوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا وإسلامنا، باعتبارها أن هذه المناهج هي تكسير السعادة وسر الحياة وبلسم الشفاء لهذه الأمة التي تعثرت في هذا الموقف الخطير. راحت الأمة تحاكي دون تفرقة بين الحضارة المادية والحضارة التربوية الأخلاقية. وبعد تجربة طويلة مريرة جاءت الأمة في وقت الحصاد لتحصد الفشل الذريع في الجانب التربوي والأخلاقي بكل صوره، وأصبح الذين كانوا ينافحون ويدافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية أصبحوا يعلمون يقينا أنهم قصدوا سرابا وزرعوا شوكا وحنظلا وقطفوا شقاء وتعاسة. فنحن بحق وبكل ثقة، وأقولها برأس يناطح السماء، نحن بحق نملك المنهج التربوي المتكامل الفذ الفريد، لأننا نملك الإسلام، نملك الإسلام الذي يملك وحده بلا منافع المنهج التربوي المتكامل لكل جزئيات الحياة. نملك هذا المنهج العظيم، وما زال الإسلام شامخا يعرض نفسه على الإنسانية كلها على أنه وحده هو المخلص للإنسانية من هذا الضيق ومن هذا الشقاء. بعد أن أحرقها نفح الهاجرة القاتل وغمناها طول المشي في التيه والظلام، يعرض الإسلام نفسه كمخلص لهذه الإنسانية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم أيها الخيار الكرام، وفي دياجير هذا الظلام كما ذكرت لا أنكر على الإطلاق، كما لا ينكر ذلك على الإطلاق معي أحد يتابع أحوال الأمة، لا ننكر أن الأمة الآن بفضل من الرحيم الرحمن بدأت تنتقل حقا من أخطر مراحلها من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. أكرر، الأمة بدأت وبحق تنتقل الآن من مرحلة خطيرة في حياتها من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. وها نحن نرى أصدق دليل عملي على كلام هذا، ألا وهو هذه الصفوة الإسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تنقل الأمة حقيقة من هذه المرحلة التعيسة إلى هذه المرحلة الوضيئة المشرقة. فها نحن نرى بفضل الله جل وعلا
صحوة كريمة مباركة بدأت تتمثل بفضل الله في كل بقاع الدنيا، كتنزل لحبات الندى على الصخرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات رفيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الصهور. ها نحن نرى سلة كريمة مباركة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، هذه الكوكبة الكريمة التي جاءت لتسير على طريق الدعوة الطويل الطارد في شعاب الزمان من لدن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام، تجتاز الصخور والأشواك والحجار، نعم يخيل بماء وتتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينحني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة ويقين متكامل أن معه الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل. إنه والله لصبح كريم عظيم جليل مبارك، صبح هذه الصحوة الكريمة المباركة صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمشاد يتبع فيلق، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعتقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تلفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا، قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأوهاد حين أبى الخلا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا في الكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتتندقى؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من حول الفسنة رمادا محرقا، شتان شتان بين النهر يعدم ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإقاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامقا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا. هذه الصحوة الكريمة أيها الأحبة سبب وأصل عملي لانتقال الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، وهذه الصحوة هي السبب الثالث من أسباب اختياري لهذا الموضوع، وأفصل هذا في وقت دقيق وجيز بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.
أما بعد فيا أيها الأحبة، أقول إن السبب الثالث الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع هو هذه الصحوة الكريمة المباركة. فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راكدة، فإنها في حاجة إلى منهج تربوي دقيق يحميها من الانفياح والذوبان في أبر ومناهج مشوشة وملوثة. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة في سهل سلف الأمة هو وحده الكفيل بإذن الله جل وعلا أن يحفظ على هذه الصحوة ثمرتها، وأن يحفظ لهذه الصحوة جهدها، وأن يحفظ لهذه الصحوة عملها. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هو الذي يحفظ جهد الصحوة من أن يضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب، وهو هو الذي يحمي الصحوة من الوقوع في أي تعامل خاطئ مع النصوص العامة أو الخاصة بالاستشهاد بها في غير موضعها أو في غير محلها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها وحتما للربط ربطا صحيحا بين دلالة النصوص وحركة الواقع. هذه الصحوة تحتاج إلى هذا المنهج التربوي المتكامل لنستفيد ولتستفيد منها الأمة، وليجعل الله تبارك وتعالى خيرها عاما نافعا حتى لا ينطلق فرد أو جماعة أو حتى أي فصيل حركي بعيدا عن هذا المنهج التربوي فيخطئ ويحسب خطأه على الحركة بصفة عامة. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء فسوف يكون حديثنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى عن مصادر التربية الإسلامية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل تطبيقا عملي للقرآن والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.